بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بحس اليوم مش نحاول نصلحه يعني اكزرزيس كونسرنون انا بحكم الدليفيريت باش يكون هو محصور ما بين مراجعة للثالثة ثانوي والمراجعة هذيك باش تعاون تلملت البكالوريا. دونك بالنسبة للدليفيريت يعني كونسرنون بكالوريا سيونتيفيك يعني كل ما هو معناه باك مات باك سيونس باك تكنيك باك انفو وباك ايكو. دونك نعاود نذكر هو راه مراجعه ثالثه ثانوي يعني اخر معناها شابيترات يعني دروس في ثالثه ثانوي هو يعاون تلامذه ديجا تلامذه تلامذه اللي ناجحين للبكالوريا خاصه في ديبي دو لاني يعني في اول العام. دونك كالعاده ما تنسوش باش تعملوا ابوني سي ماشين يوتيوب زياد ماتيماتيك باش كل وين يصير فما فيديو جديد ولا حاجه تجيكم نوتيفيكاسيون. دونك نبدا الاكزاريس نتاعنا. So f la fonction définie sur R privé de A. Yani cette fonction est définie sur R privé de A. Par f dx égale à x au carré plus x plus 2, c'est x moins 1, si x appartient à moins 3 plus l'infini du niveau de A. Et f dx égale à racine de x au carré moins 9 moins 2, si x appartient à moins l'infini moins 3. On désigne par cf cette courbe représentative dans un repère orthonormé OIG. Première question, montrer que f est contenu au moins 3. Deuxième question, petit a, étudier la dérivabilité de f moins 3, interpréter graphiquement le résultat. Petit b, déterminer les intervalles sur lesquels f est dérivable. Troisièmement, calculer f' dx. Quatrièmement, donner l'équation de la tangente à cf au point de psi 0. Cinquièmement, montrer que les droites delta y d'équation y égale à x plus 2 et delta prime d'équation y égale à moins x moins t sont des asymptotes obliques à CF ou voisinage de plus et moins l'infini respectivement. Donc, c'est mis dans l'exercice. Table le pause. Le vidéo. Vous pouvez faire l'exercice. On va taper les vidéos à la question. On va faire une question. Ou alors, vous tapez un peu. Et vous avez une question. Et vous pouvez faire une vidéo. Et vous pouvez faire une vidéo. Et vous pouvez يعني اني ننصح التلميذ انه هو باش يتبع الفيديو بالقد وباش ما يحسش بالملل معناتها باش يتبع الفيديو هذا ايش يعمل؟ بعد ما يقرا الاكزرسيس كامل يحاول يخدم كان يحب يخدم بالكيستيون بالكيستيون ويعاود من بعد يشوف الكوريكسيون والا يخدم الاكزرسيس كامل ومن بعد يشوف الفيديو ويشوف الخدمه نتاع اسكي هي معناها صحيحه والا لا. وزاد فما ميثود اخرى نجموا تتبعوا الفيديو المره الاولى تتبعوا الفيديو ومن بعد تعملوا ترجعوا للاكزرسيس تحاولوا فيه شوفوا انتم شنو شدت من الفيديو خاصه التلامذه اللي قدم ست برشا حاجات في الاكزرسيس. دونك نبدو الاكزرسيس نتاعنا نبدو بريمير كيستيون. بريميرمون مونتري كي اف كونتيني او موان 3 رابيل دي كور يعني راه نقولوا اف اي كونتيني او ا اي كونتيني او ا سا سيكيفو على انه لا ليميت en a plus de f égale à la limite en a moins de f égale à f de a. Donc, هذا بالنسبة لنا احنا ايش معناتها؟ une fonction continue. De plus, z, نجمو زاد نقول وراو f est continue. Est continue. À droite de a. À droite de a. Ça s'équivaut à la limite. En a plus df égale à f de a. De plus z, f est continu à gauche de a. Ça s'équivaut à nous la limite en a moins df égale à f de a. De plus z, nous allons voir à nous f est continu en a. A, ça c'est équivaut à notre f, on a la limite en a plus de f égale à la limite en a moins de f égale à f de a. Maintenant, tu trouves la fonction continue à droite et à gauche. Ok, voilà. Pour le laoule, pour le formule laoule, pour le 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 à droite ou à gauche. Donc, je n'ai pas le formule laoule, mais je n'ai pas la limite en a. df نقولوش على دروات ولا غوش نجمو زاد نخدمو لا ليميت اون ا دي اف ديزولي لا ليميت اون ا دي اف ايغال ا اف دي ا
Égale à f de a. دونك لهنا اون جينيرال كما تلام دا يقول لك وقتاش باش نستعمل الفورمي الاولى وقتاش نستعمل الاخرانيه وقتاش تشكلات سامبل خاطر لهنا راهو لهنا باش نحكوا على الا يعني لهنا كاين عليا باش نحكي ا اكس ايغال ا ا و اكس ديفيرون دي ا لهنا باش نحكي اكس سوبيريور ا اكس انفيريور ا وقتاش الاكس ايغال ا اوكي ولا لا اش معناتها معناها في الاكزومبل الاول مثلا في كونتينيو ا نجمو نحكوا لهنا كي نقولوا ديفيرون ولا ايغال اش معنى ديفيرون ولا ايغال معناتها لهنا كي باش نحسبوا في الديفيرون نحسبوا لا ليميت وفي ليغال نحسبوا ليماج لهنا زاد في الاكزومبل نتاعنا في الابليس والامو والاف دي ا فما باش تلاقي ما نفرقش وقتاش نستعمل ابليس وامو وقتاش نستعمل الفورمولا ولا الفورمولا الاخرانيه ولا شو يصير يعني كي نحكي مع تلامذة معناتها راه عارفين روحهم يقول لك ما نعرفش انا نستعملها اوكي ولا كي تبدا عندي اكس سوبيريور وانفيريور وفما ايغال ونجمو نلقوا سوبيريور ايغال ولا انفيريور ايغال اوكي ولا المفيد لتروا شوز كي نلقوه معناها لهنا نحكي شنو ليميت ادوات هي باش نشوفوهم مع مقارنه مع ليماج دي ليماج دي اه اوكي نطبقوا الفورميل نتاعنا هذا الفورميل نتاعنا هذا نطبقها على شنو نطبقها على الاكزومبل نتاعنا واش قال مونتري كي اف كونتينيو اون مون 3 يعني باش نبين اف كونتينيو اون مون 3 كان تلاحظوا احنا عندي دي اكسبريسيون عندي في المون 3 ديجا لهنا باش نحكي لهنا راه باش نقول راهو اكس مول انفيني مون 3 معناها لهنا اوفير يعني لهنا نحكي على اكس انفيريور ترو مون 3 لهنا كي نقولوا اكس ابارتيا مون 3 بليس لانفيني راهو عندي لهنا اكس سوبيريور ايكال مون 3 دو بليس زاد اكس ديفيرون دو كوا ديفيرون دو 1 دونك هنا لهنا كان تلاحظوا في المون 3 كي باش نحكي على الكونتينيتي دو مون 3 يعني اني لهنا عندي اكس سوبيريور ايكال مون 3 واكس انفيريور ستريكت مون 3 دونك عندي ليك دوزيام فورميل معناتها ولا الديزيام كا اللي هي اكس سوبيريور ا اكس انفيريور ا واكس ايكال ا وجا موجودين يعني اكس اكبر من مون 3 اكس اصغر من مون 3 معنى اكس ايكال ا مون 3 ا مون 3 دونك باش نمشي نستعمل الفورميل ده اول حاجه نحسبها ديما نعاود نذكروا باش تحسبوا الكونتينيتي باش تبينوا ان اي فونكسيون كونتيني دون زيريال باش تعملوا تمشوا تحسبوا ليماج دونك اول حاجه نعملها هي اف دو مون 3 اف دو مون 3 انا اكسبريسيون باش نستعملها دونك المون 3 كان تلاحظوا ليغاليتي موجوده في الاكسبريسيون الاولى دونك باش نستعملوا الاكسبريسيون الاولى يعني هي مون 3 او كاري بلس مون 3 بلس 2 سور مون 3 مون 1 يسال انا اسال علاش بدلت الاكس بالمون 3 علاش ما حطيتش الريزلتا ديريكت لهنا جست باش نحدد راني مادام اللي كتبت الاكسبريسيون هذه معناها راني هنا حددت بالذات استعملت الاكسبريسيون رقم 1 اوكي بدلت الاكس بالمون 3 جست باش نوضح راني استعملت الاكسبريسيون رقم 1 حتى لو ستيب باغ اكزومبل اللي باش يصلح لك من بعد دونك سير ايغال وبعدين نعطي الريزلتا مون 3 كاري سي 9 9 مون 3 سي 6 6 بلس 2 باش تعطيني 8 8 سير مون 4 باش تعطيني مون 2 اوكي باهي من بعد باش نمشي باش نحسب ادروات ولا اغوش شو هو جاي وين فما ليغاليتي نشوفوا العلم اللي هي اكبر دونك نخدم ادروات لا ليميت او موان 3 بلس دي اف دونك سي ايغال سي لا ليميت لورسك اكس تون فير موان 3 بلس بطبيعه الحال هنا لازم نعرف الاكسبريسيون باش نستعمل نذكر الاكسبريسيون باش نستعمل اللي هي اكس او كاري بلس اكس بلس 2 سير موان اكس موان 1 سير اكس موان 1 سافون بطبيعه الحال اني ديجا كي باش نبدل بالمون 3 باش نبدا اوكي باهي نمشي توا بالمون 3 موان لا ليميت او موان 3 موان دي اف سيرا ايغال باش نستعملوا الاكسبريسيون ثاني هي لا ليميت لو سكيكس تون فير موان 3 موان دي راسين دي اكس او كاري موان 9 موان 2 دونك سا سيرا ايغال كومبيا دونك موان 3 موان باش نبدل بالموان 3 دونك باش تعطيكم موان 3 او كاري سي 9 9 موان 9 سي 0 0 موان 2 باش تعطيكم 2 راهو لا ليميت او موان 3 بلس دي اف ايغال لا ليميت او موان 3 موان دي اف ايغال اف دي موان 3 انسي راهو الاف اي كونتيني او موان 3 سي كلير وعطينا الريزلتا نتاعنا كما حبيت اوكي ديزيام كيستيون
Deuxièmement, θ. Étudier la dérivabilité df au moins 3. Je vais étudier la dérivabilité df au moins 3. Nous avons fait l'étude de dérivabilité. Donc, alors, on dit que f est dérivable. Il y a un peu de temps comme une formule. Est dérivable dans un réel A, est dérivable en A, ça signifie qu'on aura la limite lorsque x tend vers A, f dx moins f de A sur x moins A, ça sera égal à une limite L, cette limite différente du plus ou bien moins l'infini. H maintenant, maintenant cette limite est finie. De plus, Z, on dit que F est dérivable il a à gauche et à droite. Est dérivable à droite de A, ça s'équivaut la limite lorsque x tend vers A plus et f dx moins f de A sur x moins A égale à A. Cette limite, on dit qu'elle est égale à f' droite de A. On met un souche là, il est différent de plus ou moins de plus. On l'a dit, f' droite de A. On le note, f' droite de A. Troisièmement, alors on dit que f est dérivable à gauche de A. Ça s'équivaut à nous la limite lorsque x tend vers A moins de f dx f moins f de A sur x moins A égale, on dit que f' gauche de A. On met un souche, f' gauche de A, c'est différent de plus ou moins de plus. Yani, باش نبين انه اي fonction f est dérivable, tout simplement, la limite de cette expression est f dx moins f de A sur x moins A. Est égal à un réel. Cet réel, il est qu'on a droite, nous sommes f' de droite de A, il est qu'on gauche, nous sommes f' gauche de A, ou l'hénie, à la fin, nous sommes f' de A. Et on y voit, dérivé de A. Ok, voilà, là. Ben, donc, l'hénie, je t'aime chez Nerja, t'as ou l'exercice, on dit que f, t'as ou un égement goulou, f. F, finalement, un égement goulou, f est dérivable. En A, ça s'équivaut à nous f' droite de A égale f' gauche de A. Yani, باش نقولوا راهو انه اي fonction est dérivable en A, en un réel A, si elle est dérivable à droite, est dérivable à gauche. Ou cette dérivée égale. مش بالضرورة تنجم تكون dérivable à droite, تنجم تكون dérivable à gauche, لكن ماشي يقول. لهنا وقت الوالو ما ماشي جو وقت نقولوا رانا فاش ديري ديريفابل يعني الاضافه شنو هي لازم يكون سنتي سنتي جو اوكي بي تو باش نمشيو نرجعوا تو الاكزرسيس تاعنا باش نجاوبوا باش نطبقوا القاعده هذه على الاكزرسيس تاعنا اتش تي لا ديريفابيليتي دي اف اون تروا دونك مادام عندي دوز اكسبريسيون كي العاده باش نخدم ادروات واغوش كيما حسبت الليميت يعني كيما حكينا في الكونتينويتي يعني كونتينيتي حكينا ادروات واغوش دونك كيف كيف زاد باش نحكوا لهنا ادروات اي او اي اغوش نبدو اول حاجه بالدروات لا ليميت او لورسكي اكس اون فير موان 3 بلس دي اف دي اكس موان اف دي موان 3 سير اكس بلس 3 يعني موان موان 3 سير بلس 3 اوكي ولا لا دونك باش نمشي نستعملوا ليكسبرسيون انايا دونك مادام قلنا موان 3 بلس دونك لهنا مادام يقول لك موان 3 بلس دونك راني باش نستعمل ليكسبرسيون الاولى اوكي سيرا ايغال الاف دي اكس سي كومبيان سي اكس او كاري بلس اكس بلس 2 سير اكس موان 1 دونك سي لا ليميت لورس اكس تون فير موان 3 بلس تو سامبلومون نبدل ليكسبرسيون تاعي اكس او كاري بلس اكس بلس 2 سير اكس بلس 1 Moi, donc, عندي 2, لهني قلنا راه f de moins 2, moins 3, c'est moins 2, نرجعو للدرس الثاني. باش نلقو انه f de moins 3, c'est moins 2, donc باش تولي plus 2 sur x plus 3. Donc, tout simplement, باش نمشي نوحد المقامين, la limite lorsque x tend vers moins 3 plus
اوكي باش نوحد المقامات لهنا باش تعطيني شنو؟ عندنا اكس كاري دونك بلس اكس بلس دي واحد المقامات نضربوا دي فوا اكس بلس ان دونك باش تعطيكم اكس كاري بلس اكس بلس دي بلس دي اكس بلس دي دي تو سور كوا دونك كي العاده باش نحط اكس بلس ان لوطر باش تولي لنا اكس بلس ان فاكتور اكس بلس 3 سيرا ايغالا سي لا ليميت لورسكي اكس تون فير موان 3 بلس دي كوا اكس كاري دونك عندي اكس كاري اكس بلس 2 اكس بلس 4 اكس بلس 4 لي تو سيور اكس بلس 1 فاكتور اكس بلس 3 بعد ما عملنا سامبليفيكاسيون نمشي نحسب اوكي باش نحسب بيني نعمل كالكول ترى باش تعطيكم لهنا نف 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 ب موان 12 دونك عندي في موان 3 دونك نف موان 12 باش تعطيني موان 3 على فكرة لهنا ثم حاجة ثم فالير لهنا يمكن اكس موان زان ديزولي دونك لهنا اكس موان زان سامحوني دونك لهنا ثم موان زان خاطر في الكالكيل معناها يلزمني نعرفها يلزمني نثبت في الحكاية دونك على فكرة في الديليفابيليتي ديما تعطيكم 0 سير 0 فورم انديتيرمين يعني انت باش تخدم الديليفابيليتي فورم انديتيرمين وجود 0 سير 0 ثم تعطيكم 0 معناها ثم حاجة غلطة لهنا دونك نجمو نعملوا لهنا سي موان 2 كي باش نعملو موان دو باش تصير سامبليفيكاسيون دو دو دونك صارت سامبليفيكاسيون دو دو شنو بقيت لي بقيت لي اكس سو كاري دونك اكس سو كاري بلس 3 اكس نورمالمون عندي لهنا اكس سو كاري فوالا بلس 3 اكس اوكي معناها باش تولي لنا لهنا راهي سي 3 اكس بلس سامحوني دونك لهنا هذا جيست هي فيريفيكاسيون لكلام ده دونك هيك بلس 3 اكس كيفاش عم بيت نعمل فيريفيكاسيون حبيت نعمل فيريفيكاسيون على خاطر يلزم توجور تعطيني 0 سير 0 سير 0 باهي عطيتني 0 سير 0 دونك يلزمني سامبليفيكاسيون اكس بلس 3 اكس بلس 3 دونك عندي في المقام يلزمني نخرج اكس بلس 3 اون فاكتور كان تلاحظوا انه نجم نخرج اكس اون فاكتور كي نخرج اكس اون فاكتور باش تبقى لي اكس بلس 3 لي تو سير كوا سير اكس بلس 1 فاكتور اكس بلس 2 اكس بلس 3 لهنا ولات عندي سامبليفيكاسيون دو اكس بلس 3 و اكس بلس 3 نمشي توا نبدل بالموان 3 موان 3 دونك كي نبدل بالموان 3 باش تعطيكم موان 3 سير موان 3 بلس 1 دونك باش تعطيني موان 2 موان 3 سير موان 2 باش تعطيني سير سير دي وهذه ديك هي راهي من قدرة اف بريم دو روات بالموان 3 معناها لين ايش نجم نقولوا انسي راو اف الديريفابل ا دروات دو موان 3 بون سنتمير هنا سنتمير شوي الديريفابل ا دروات دو موان 3 باهي بيانها هي ديريفابل ادروات دو بلوس زادا عندنا الاف بريم اي ابار ان هي ديريفابل زادا اي اف بريم دروات دو موان تروا ايغالا اتروا سير دو اتروا سير دو دونك حطينا لهنا ابار ان هي ديريفابل ادروات زادا الديريفابل تاعها سي ايغالا تروا سير وصل اوكي اتفقنا باه نمشي توا دروات لا ديريفابيليتي ا اغوش باش نمشي نحسب لا ليميت لورسكي اكس تون فير موان 3 بلس 2 راسينا دي اكس او كاري موان اف موان 2 سور اكس كالعاده سامحوني اف دي اكس موان كي العاد اف دي اكس موا اف دي موان 3 سور اكس بلس 3 دونك سي راي غال سي لا ليميت لورس اكس تون فير موان 3 بلس دي كوا دي راسين دي اكس او كاري موان 9 موان 2 بلس 2 دي تو سور خاطر الاف دي موان 3 سي بلس 2 سور اكس بلس 3 دونك سي راي غال سي لا ليميت لورس اكس تون فير موان 3 بلس 2
racine, x au carré moins 9 sur x plus 3. A moins 3, moins désolé. Désolé, 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 désolé. Moins 3, moins. Ça tombe sur le mot à gauche. Moins 3, moins. فهذه راسين دي إكس كاري مو نرفة سو إكس بلس تو سو إكس بلس تو باه هني فمشكون اللي خمم فيش فمشكون اللي خمم قسم راسين معناه كيفاش يكتبها يعني جي راسين دي إكس كاري مو نرفة إيجالا يقول لك راسين دي إكس مو تروا فاكتور إكس بلس تروا ومن بعد يقسمها يقول لك برا نقسم هذه راسين دي إكس مو تروا فوا راسين دي إكس بلس تروا في أتونسيون سا سي بون علاش؟ خاطر كي باش نحكي على موان 3 موان راهو الكريتير هذه اكس موان 3 تولي نيجاتيف معاك على الصفر ردوا بالكم تقسموا انتم خاطر هما زوز نيجاتيف هذا نيجاتيف وهذا نيجاتيف معاك علاش عطتني حاجه بوزيتيف البرودوي نتاعهم يعطيني بوزيتيف اما وحدهم كل واحده نيجاتيف هذا في اتونسيون دونك ديما من المحبس يبدا عندكم راديكال فاش تضربوا يعني اذا معاه كونستانت تضربوا في الكونجيكي اذا ما معاهش كونستانت تضربوا في الراديكال ميم ولا في الرسم ميم دونك شنو نعمل دونك شنو نضرب في الرسم دي اكس او كاري مون اف من في البسط وفي المقام اللي هي باش تعطينا لا ليميت بلس اكس بوندير مون 3 مون دونك خلاص تخي سيرا ايغال لا ليميت لوس اكس بوندير مون 3 مون دي اكس او كاري مون اف سور اكس بلس 3 فوا راسين دي اكس او كاري مون ماذا بكم تضربوا في الراديكال مين اوكي ولا لا دونك سيرا ايغال سي لا ليميت لورسكي اكس اونفير مون 3 مون نعملوا فاكتوريزاسيون دي اكس او كاري مون نيف اللي هي اكس مون 3 فاكتور اكس بلس 3 سور اكس بلس 3 فاكتور راسين دي اكس او كاري مون نيف ونعاود نذكر راهو كالكيل ديريكت باش يعطيكم 0 0 0 اوتوماتيك يعني في البروبابيليتي ديما خمم وراه في الريال راه باش تعطيكم فورم عند ديتيرميني 0 0 0 نعملوا سامبليفيكاسيون للاكس بلس 3 والاكس بلس 3 هذه هي الغايه نتاعنا ونمشيو الناس دونك اش باش تعطيني باش تعطيني موان 3 موان 3 سي موان اف موان اف سي 0 0 كواد 0 بلس سي خاطر سي دي اكس وكاري موان اف باش تعطيكم 0 دونك اوتوماتيكمون مادام في الراديكال 0 بلس موان اف سي 0 بلس باش تعطيني موان اف موان انفيني دونك لهنا دو راهو اف ني با ديريفابل ني با ديريفابل ا غوش دو مون تو ا غوش دو مون تو فينالمون كونكليزيون فينال دونك هي ديريفابل ا دروات اي ني با ديريفابل ا غوش دو Finalement, conclusion. Les conclusions par la chaîne de Mongol, on peut dire que F n'est pas dérivable au moins 3. N'est pas dérivable au moins 3. Il y a une conclusion. Madame, il y a dérivable à droite et il y a dérivable à gauche. Finalement, il y a dérivable. قلنا بتكون ديريفابل كما تكون ديريفابل على دروات ديريفابل على غوش وزاد اذا نكون ايغول ديريفابل اوكي توا انتربريتي جرافيك كومون لو ريزيتا باش نمشيو نعملوا انتربريتاسيون جرافيك دونك جست انتربريتاسيون جرافيك لهنا نحب نحاول نعطي لمحه شويه لابيل دي كول للانتربريتاسيون جرافيك دونك بالنسبه لي اني كي يبدا عندي لا ليميت Lorsque x tend vers a plus ou bien moins df dx moins f de a sur x moins a égale à a plus ou à moins l'infini, on dit que la courbe CDF, yani la courbe CF, admet une demi-tangente verticale dirigée vers les hauts ou bas suivant les règles de signe
بين رجلي الديسيني لهنا نقصد بها، معناها عندي لهنا راهو وعندي لهنا الانفيني. دونك الرجل الديسيني اللي نحكي عليها كتاب ده عندكم بلس وموا، وعندي لهنا بلس وموا، عندي هذا يعني هي الرجل الديسيني لهنا. بطبيعه الحال الرجل الديسيني زي ما نقولوا احنا باش نعملوا البرودوي ما بيناتهم، البرودوي ما بيناتهم. الرجل الديسيني هنا اذا هما دي ميم سيني راهو او، اذا هما دي سيني كونتراسيبا معروف، خاطر كما تعملوا انتم بوزيتيف اذا هي بوزيتيف سي او، واذا هما نيجاتيف سي 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 با. اوكي ولا لا؟ باهي. دونك لهنا باش نحاول نوضح بها او با معناها لهنا باش تعطيني عندي هيك اذا هما ميم سيني، ميم سيني راهي باش تكون او، إذا هي سيني كونتر سيني أوبوزي سي با. أوكي ولا لا؟ دونك هذا بالنسبة لنا احنا توضيح جست في ال أوكي ولا لا؟ هذه الأولى. بعض التفاصيل في دي فيديو أخرين على الانتربريتاسيون جرافيك، هذيك هذه تسمى انتربريتاسيون جرافيك، بعد ذلك نحكوا فيها في التفاصيل كاملة كي يبدأ عندي، خاصة في الكتير جرافيك دي تفهمها أكثر وقت. توا باش نمشي لا ليميت سي لا ليميت لورسكي ديسبون فير ا بلس او موان دي اف دي اكس موان اف دي ا سور اكس موان زا ايغال ا زيرو. اون دي كي لهني سا سي ايغو انو لا كورب دي اف ادمي اون ديمي تانجونت horizontale horizontale une demi tangente horizontale au point A F de A. À la fin de cette ligne verticale dirigée vers le haut ou bas, ligne vers le haut ou bas au point A F de A. OK. Beh, donc les lignes de kif kif horizontale au point A of D F de A. Donc on va se faire une manette à demi-tangente horizontale. Il y a les lignes verticales. Alors, il y a les lignes qui sont horizontales. C'est une demi-tangente. Même chose, tu vois, le third one, c'est la limite lorsque x tend vers A plus ou moins et F de x moins F de A sur x moins a égale à f prime. L'année est sortie comme égale à f prime de a. Maintenant, gauche ou la droite, f prime de a. L'année qui est sortie, l'année est gauche ou la droite, ou droite, f prime de a. Différent, vous pouvez être le cas de 0 ou f prime de a, c'est un réel, yani différent de 0. Ou le plus ou le moins l'infini, on dit que la courbe CF, ça c'est équivalent, la courbe CF admet une demi-tangente oblique d'équation. Cette demi-tangente d'équation delta, d'équation y, ou la semi t grand t, d'équation t, y égale f' de a, facteur x moins a, plus f de a. L'arbre. Je suis seulement allé au point. A F de A, c'est le point A ou l'image de A, d'équation TY plus F de F de A. On dit que cette tangente du vecteur directeur 1 U et 1 F prime de A. Alors cette tangente T est du vecteur directeur de vecteur directeur U de coordonnées 1 F' de A.
بكتير جيل كتير بطبيعة الحال لا وتفكيرنا لا. أوكي ب نرجعوا تو دونك هذه هي الانتربريتاسيون جرافيك كاملة. دونك عندي ديمي تونجونت كومون اوب اوبليك سيت ديمي تونجونت اوبليك هو ديكواسيون سيت ايكواسيون تي ديكواسيون اي ايجال اف بريم دي ا اكس موان فاكتور اكس موان زو بلس اف دي اف دي ا. على فكرة راه الهوريزونتال لهني لهني الهوريزونتال بالنسبة لي اني ديمي تونجونت هوريزونتال والا فيرتيكال راه الهوريزونتال لهني ديكواسيون باش نكونوا واضحين او بوان اف دي ا ديكواسيون سيت تونجونت هوريزونتال ديكواسيون تي ديكواسيون بعدين هوريزونتال اون دي ايغريك ايغال اف دي ا ايغريك ايغال اف دي ا. ولهنا راهو ليكواسيون ديال لا فيرتيكال نقولوا اكس ايغال فما برشا تلاميذ ما يعرفوش انه ليكواسيون كيما نقولوا اسمتوت هوريزونتال ولا اسمتوت فيرتيكال راهو تي لهنا ايغريك ايغال اف دي ا كيما لهنا فيرتيكال. خليني بالله نفتح عن المفسخة هذه ريجل دي سيني دون ديجا راكم خليكم على فكرة خليني نفسخها لهنا باش نحاول أنني نعطيكم معلبة. هو هنا أو بوان أ إف دي أ وأهم حاجة فيها الديكواسيون فما ساعات ما يطلبوش هما ليكواسيون لكن إذا طحت بالليكواسيون ديكواسيون سيت تونجونت فيرتيكال تي ديكواسيون إكس إيكال أ. يعني ردوا بالكم راهو ليكواسيون ديال لا تونجون يعني واحد عندكم فيرتيكال والاخر عندكم هوريزون هوريزونتال كيما لا سانتود فيرتيكال هوريزونتال راه تنجموا راهو في الفيرتيكال يطلب عليك يعطيك ليكواسيون يطلب عليك ليكواسيون تاعك باش تشتري واحد يقولوا شنو هي ليكواسيون كيفاش حنا نعرفوا كان هوريزونتال ولا فيرتيكال. دونك هوريزونتال ولا فيرتيكال راهو بالنسبه للفيرتيكال ليكواسيون اكس ايكال ا وبالنسبه للهوريزونتال راهو ايكغيك ايكال اف دي اف دي ا سي ليماج دي ا. اوكي دونك هذا بالنسبه لي لي انا لانتربريتاسيون اي جرافيك بيه توا كي العاده باش نمشي نعطيكم نرجعوا للاكزومبل نتاعنا نرجعوا للاكزاليس نتاعنا. حنا اش لقينا ليميت لقينا لا ليميت قلنا ديك اف عندنا اول حاجه اول كا عندنا لا ليميت ولا نسميها اف بريم دروات اللي هي ليميتا عندنا لا ليميت لورسكي اكس تون فير موان 3 بلوس دي اف دي اكس moins f de moins 3 sur x plus 3 قلنا égal à 3 sur 2 صح ولا لا؟ هذا بالنسبة لنا احنا دونك 3 sur 2 سا سي ديفيرون دي 0 ديفيرون ديجا في الانفيني دو راهو لا كور بي سي اف اون دي كي ادمي اون ديمي تونجونت كومون سي ديمي تونجونت اوبليك نرجعوا للقواعد تلقوا راهو ديمي تونجونت oblique oblique d'équation d'équation t du point y égale à f prime de moins 3 facteur x moins moins 3 yani x plus 3 plus f de moins 3 لهنا بطبيعة الحال كي باش نقولوا ديكواسيون دونك معناها راهو t هو ديكواسيون y égale f prime de moins 3 c'est 3 دي فاكتور x plus 3 plus f de moins 3 c'est moins 2 يعني moins 2 donc sera égal à 3 sur 2 x plus 9 sur 2 moins 2 donc sera égal à 3 sur 2 x plus 5 sur 2 بطبيعة الحال كاين واحد المقامات باش نعكس 5 sur 2 هذا نوتر équation de la tangente donc t d'équation y égale donc t d'équation y égale y égale à 3 demi x plus 5 sur 2 donc va être le cas maintenant x sera supérieur ou égal à moins 2 ou moins 3. Ok maintenant on va l'autre interprétation bien. L'autre interprétation indique la limite lorsque x tend vers moins 3 moins f de x plus moins f de moins 3 sur x plus 3 égale à moins l'infini. Moins l'infini. Voilà, donc indique moins l'infini. Donc là, la courbe CF admet une demi-tangente
فيرتيكال لهنا على فكرة أوبليك صار تي ديكواسيون كذا 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 معناتها راهو تانجونت أوبليك أدروات دي موان 3 يعني لهنا باش نحكي باش نحكوا لهنا في أدروات دي موان 3 ديجا حكيت إكس سوبيريور إيكوال موان 3 ديمي تانجونت فيرتيكال أغوش أغوش دو موان 3 ديريجي فير دونك لهنا كيفاش نحسبوا على ديريجي فير كان تلاحظوا شو جاي الراجل دي سيني هذا اللي نحكي على الراجل دي سيني يعني موان 3 موا عطتني موان لانفيني مادام موا وموا باش يعطينا بلوس دونك ديريجي فير لي فير لي او فير لي او او بوان بطبيعة الحال هنا راه البوان هي نفسها يعني كان هي دونك سي موان 3 او بوان موان 3 موان 2 دونك لهنا حكيت ديجا على ديمي تانجونت يعني اوبليك ومن بعد حكينا على ديمي تانجونت فيرتيكال اغوش دو مون 3 ديريجي فير لي فير لي او بوان مون 3 مون 2 بطبيعة الحال واحدة اغوش واحدة ادروات اوكي فينالمون جاوبنا على السؤال بيتي بيتا ديتيرميني لي زانترفال سور ليكيل اف ديريفابل دونك لهنا باش نحكي على لي زانترفال وقت تكون اف ديريفابل دونك باش نحكي لهنا كي نقولوا اف ديريفابل لي زانترفال يعني باش نعملوا ريداكسيون خاطر باش نحكوا على الديريفابيليتي دون زان انترفال دونك لازم نعمل ريداكسيون كيما في الكونتينيو اوكي ولا لا باش نحكي اون جينيرال دونك لا فونكسيون راسيونيل دونك عندي ني باش نخدم توا باش نخدم في الانترفال بالانترفال سي اكس ابارتيان ا كي العاده الانترفال راني نبدا اول حاجه بالمون 3 بلس انفيني وفي المون 3 بريفي دي بريفي دي عندي الاف دي اكس ديالها كومبيان عندنا الاف دي اكس ايغال ا اكس او كاري بلس اكس دو سور اكس موان دو سا سي اون فونكسيون اي تي اون فونكسيون راسيونيل تي اون فونكسيون راسيونيل راسيونيل ديفيني سور كوا سيت فونكسيون راسيونيل ديفيني سور ار بريفي دي دي ان نحكي على الفونكسيون هذه هي فونكسيون راسيونيل ديفيني سور ار بريفي دي ان اي اش عندي هو حنا اش نعرفوا على الفونكسيون راسيونيل نعرفوا ان هي كونتيني وديريفابل سي سون دومين دي ديفينيسيون يعني هي مادام ديفيني سور ار بريفي دي ان اي راهو موان 3 بلس لانفيني بريفي دي ان انكلي فاش انكلي دون ار بريفي دي ان سيت انترفال انكلي دون ار بريفي دي ان دو راو الاف اي ديريفابل سير كوا سير سيت انترفال موان 3 بلس انفيني بريفي دي ان حكم انه الانترفال نتاعي انكلي في الاير بريفي دي ان يعني صار دومين ديفينيسيون دي سيت اكسبرسيون دونك راهو اللي بيان ديريفابل سي موان 3 بلس انفيني بريفي دي بريفي دي ان اوكي بهذا بالنسبه للفونكسيون لو توا باش نمشي للانترفال الثاني سي اكس توا ابارتيان شنو ابارتيان لموان انفيني موان 3 اش عندي الاف دي اكس ايكوال كومبيان الاف دي اكس ايكوال راسين دي اكس او كاري موان 9 موان 2 سي فونكسيون راديكال فونكسيون راديكال وقتاش تكون ديريفا فونكسيون راديكال يلزم تكون في وسط الراديكال هذا يجي ديريفا دو بلوس هذا الشيء لازم يكون ستريكتومون بوزيتيف ردوا بالكم هنا دونك اني نعرف انه اي فونكسيون راديكال توت فونكسيون سو لا فورم اف دي اكس ايكال راسين دي بي دي اكس اي ديريفابل ديريفابل سور ان انترفال اي سير اي سي سال مون سي يلزم عندي دي كونديسيون اول حاجه يلزم يكون اكس كي اسوسي سيت بولينوم بي دي اكس اي ديريفابل سير اي هذه كونديسيون رقم واحد واغلب الاحيان باش يكون بولينوم في وسط الراديكال دونك لهنا راهو الي بيان ديريفابل على خاطر كل بولينوم ديريفابل سير تو تي و اون بارتيكولير في اي انترفال من اي ثاني كونديسيون يلزم تكون راهو بور توت اكس ابارتيان ا اي
يلزم تكون البي دي اكس، ركزوا لي فيها كبادي، راه يلزمها تكون سوبيريور ستريكت ازيرو. ما هي السوبيريور ايجال في اتونسيون، خاطر تكتب السوبيريور ايجال سي فور، سوبيريور ستريكت ازيرو. نطبق هنا القاعده تاعي، اش عندي هنا؟ عندي اكس كي اسوسي اكس سكر موان اف، اللي هو البولينوم اللي في وسط الراديكال. اش بيه؟ الديريفابل سير كوا سيت بولينوم؟ الديريفابل سير ار اون بارتيكولي وين؟ ديما نعاود نذكر لازم نحكي على الانترفال نخدم فيه، اون بارتيكولي سير موان لانفيني موان تروا، موان لانفيني موان تروا. دونك دو بلوس زاد اش بيه سيت راديكال دو بلوس pour tout x appartient à moins l'infini moins 3. La voilà, je vous ai ouvert moins 3. Ah, maintenant, je suis ouvert moins 3. Cette expression x au carré moins 9, elle est strictement possible. Il est supérieur ou égal à 0. Madame a bien défini. Madame, la fonction t est bien définie. Flair privé de 1. Donc, elle est automatiquement x au carré moins 9 est positif. Lekin, qui n'a rien à le moins 3, je suis strictement positif. D'où راهي الاكسبريسيون كامله دو راهو الاف اي ديريفابل سور موان لانفيني. اوكي بون سي با، دونك لي زانترفال اللي عندي شنو هما؟ عندي موان لانفيني موان 3. دونك باش ناخذ هنا راني لي زانترفال اللي نخدم فيهم، ها فوالا عندي موان لانفيني موان 3 privé de 1. Donc je ne sais pas si je vais obtenir quoi là, moins l'infini moins 3 privé de 1, ou on dit moins l'infini moins 3, moins 3 plus l'infini privé de 1, c'est l'exemple là où ouvert sur le moins 3 vous pouvez être privé de 1, ou f est dérivable sur moins l'infini moins 3. Maintenant sous z gonne le f z le cathète m'a dit le moins 3 le f moins 3 on dit f et dérivable gonne à droite de moins 3 et non dérivable à gauche de moins 3. Voilà, et dérivable à droite et non dérivable à gauche. Donc, conclusion, Tawa, ainsi, rau F est dérivable sur quel intervalle est dérivable? Sur l'intervalle moins l'infini moins 3, je ne sais pas, ouvert, et rau l'intervalle moins 3 plus l'infini sera fermé. Plus l'infini, pour mettre le hal privé de notre réel, en comme on n'est pas défini, fait le 1. Voilà, la conclusion finale de notre question. أو أنا سير لك ليزانترفال نتاعي في المون 3 بليس لانفيني، مش خدمنا بكري في اللوفير، احنا خدمنا في اللوفير زدناها شكون؟ مادام ادروات ديريفابل زدنا المون 3 المون 3. فينالمون جاوبنا على السؤال نتاعنا. دونك عملنا رابيل بيتيت رابيل دونك جست يعني حاجات بسيطة. ليكزومبل هذا عطانا رابيل للديريفابيليتي، قلنا الفونكسيون راسيونيل ديريفابل سي فوتير، ديريفابل سي سون دومين دي ديفيكسيون، فونكسيون بولينوم سي ديريفابل سي فوتير، وعندنا الفونكسيون راديكال قلنا راهي ديريفابل يلزم يكون الفوسط راديكال ديريفابل، سامحوني، دو بلوس زاد يلزم يكون ستريكتومون بوزيتيف، في الكونتينيتي يبدا سوبيريور او ايغ او ايغال. ترويزيامون كالكيلي اف بريم دي اكس، بطبيعة الحال اف بريم دي اكس باش نحسبها يلزم ناخذ انترفال بارنتال بارنتال. نبدا اول حاجة سي دي اكس ابارتيان، بطبيعة الحال قلنا في المون 3 بليس لانفيني نجم فيرمي، دونك موان 3 بليس لانفيني بريفي دي 1. اوكي الاف بريم دي اكس ولا فورم شنو عندي الاف دي اكس، اف بريم دي اكس هي لا ديريفي دي كوا، نمشي نحسب نعمل اكس كاري بليس اكس بليس 2 سور اكس موان 1. اوكي لي تو بريم، سا سو لا فورم اي سيرفي، دونك عندي اي سيرفي. La dérivée de u sur v, c'est u prime v moins u prime u sur v carré. Ok, le cadre de ce qu'on tout simplement, on va le cadre d'un. Ok, mais les allez de quoi le haja, ok, ça sera égal à combien? Donc, je n'ai pas de dérivée de h pour x au carré plus x plus 2
بي 2 بريم اوتير اكس 1 زون او لا لا نرجعوا للستارت ثيري هيك باش نوضح لكم القاعده كيفاش طبقناها خاطر فما تلم تبدا قدام الفورميلا ما نجمش نطبق القاعده دونك نعملوا الديريفين تاع البسط اكس كاري بلس اكس كوب دي 2 بريم فاكتور اكس موان زون ومن بعد موان لا ديريفين تاع المقا اكس موان زون دي 2 بريم فاكتور اكس كاري بلس اكس كوب دي سير شكون من القوضة الأخرى دونك لهنا بلوس دو سير هذا مستوى باش يكون سير اكس موزون اوكي دونك سير ايضا الديريفي دي بطبيعه الحال الديريفي دي بولينوم سي تري سامبل اكس كاري باش نهبطو دي ونقصو في الديجري 1 دونك دي جي اكس بلس 1 فاكتور اكس موانز 1 موان ديريفي دي اكس 1 وموانز 1 سي كونستانت سي 0 دونك باش تبقى لنا موان اونتر بارونتيز اكس كاري بلس اكس بلس 2 لي تو سيور اكس موانز 1 وكذا ديما ماذا بكم المقام خلو وكذا هذا ما هو نمشيو نحسبها هكا وحني نعملو ديفلوبمون دي اكس فوا اكس موانز 1 هذا جيست ناخذ هاد الاكسبرسيون تاعي هادي ونحطها في المونتاج نحاولو نمشيو بشوي بشوي اوكي اوكي به دونك نعملو ديفلوبمون سيرا ايكال 2x او كاري موان 2x بلس x موان 1 موان x او كاري موان 2x موان 2 شوفو جاي كبد لازمكم تعرفو وقت باش تعملو انتم الديفلوبمون لازمكم تثبتو في السينيا خاطر السينيا غالطة ديريفي غالطة فما برشا خدمة تمشي غالطة اوكي وننبه على السينيا في اللي ديري في اللي ديري دونك سيرا ايكالا باش نحاولو دي زيكس كاري موان زيكس كاري كاري موان دي زيكس موان زيكس باغ عندنا هنا بلس اكس موان زيكس سيرا سامبليفي بلس اكس موان زيكس سيرا سامبليفي شنو بقيت لي موان دي زيكس موان تور موان تروا دي زيكس كاري معناها اكس كاري موان دي زيكس اوكي موان تروا لي تو سيور اكس موان زون بطبيعة الحال باش تفيريفو انه حتى الدريفة صحيحة ولا لا بكري حسبنا الدريفابيليتي في المونتر ولقينا تروا سيرفي نورمال لازمنا نلقى تروا سيرفي نف نف بلوس دونك لهنا 6 باش تولي لي 15 15 موان 3 باش تولي لي 12 دونك لهنا وعندنا لهنا موان 3 موان 1 سي 4 12 نف نف بلوس 6 سي 15 15 موان 3 باش تعطيكم 12 لازم نثبت فيها 12 عندي لهنا 12 سير عندي لهنا موان 3 موان 1 سي موان 4 موان 4 او كاري باش نعطيكم 16 كي باش نقسم على 4 باش تعطيني شنو هي باش تولي لي هذه 3 سير سي 4 و سي 4 اوكي مادام 3 سي 4 دونك لازم نفيريفيني الليميت نبدا نحسب الليميت دي زيكس كاري موان زيكس كاري باش تعطيكم اكس كاري موان دي زيكس دونك سي بون ماشي حاجة أخرى معناها ومن بعد باش تعطيني هيك دونك لهنا عطيتني كي بدلنا بال موان 3 باش تعطيني باش تعطيكم نف نف موان 2 زيكس يعني باش تعطيكم بلس 6 15 15 موان 3 سنين ثم موان 3 موان 1 سي 4 باش تعطيني 3 سي 4 نورمالمون هنا دونك باش نعمل نرجع فيريفيكاسيون ثم برشا خدمة معناتها تصير ثم دير كالكيل معناتها تنجم تطلع في الكالكيت فما عندنا فوتا باي نرجعو حنا لهني باش نعطيكم لهني موان 3 سير دونك موان 3 بيسان باش تعطيني موان 2 دونك 3 ديني كلارا بون سي بون مريكلا 3 ديني نورمالمون على هني عندنا موان 3 سير موان 3 بيسان باش تعطيني 3 ديني او نو سامحوني لهني نو هادي بدلناها احنا بكري موان زان ولا لا شفت كيفاش الفيريفيكاسيون تصير معناتها
دونك لهني باش تولي موانزا لهني موانزا لهني موانزا دونك باش تعطيني كابتر هنا دونك كيفاش تعملوا فيريفيكاسيون للحاجات دونك لهني باش تعطيني زيرو كابتر عادي دونك لهني تصير لي فوت معناتها حتى في الكالكول معناها دونك هي مش مشكله في الفوت في الكالكول لهني في الموانزا يعني كي خذينا الفونكسيون خذينا اكس بلس ان دونك ولكن عملنا فيريفيكاسيون يعني كي نعملوا فيريفيكاسيون نظلنا نعملوا فيريفيكاسيون لكل معناها لهنا الزاد سي كومبيان قلنا 3 ديمي لكن هي باش تقول لنا لهنا 3 سير 4 فوالا 3 سير 4 3 سير 4 هذه لهنا باش زاد باش تعطيني 3 سير 4 دونك بون باش تمشي لنا برشا حاجات فهمون انت 3 سير 4 لهنا باش تولي لي 9 سير 4 اوكي بين نفس الكاتر مون دو دونك لهنا باش نولي واحد فقط باش تعطيك 1 سير 4 دونك كيف زاد لهنا 3 سير 4 ولهنا 1 سير 4 اوكي بالنسبه للبقيه صدى دونك باش نمشيو توا للواحد دونك باش تعطيكم 3 سير 4 شفتوا الفيريفيكاسيون اللي عملتها للمون 3 كي بدات بالمون 3 عطتني قداش عطتني 3 سير 4 دونك مادام عملت فيريفيكاسيون رجعت للاكزرسيس الاول من الاكزرسيس وخلاص وخرجت الريزلت الريزلت دو راو اف بريم دي اكس سيرا ايغال ا اكس او كاري مون دي اكس مون 3 سور اكس مون 1 دو تو او كاري سي اكس ابارتيان ا مون 3 بلس انفيني بريفي دي كوا بريفي دي 1 دونك ودي ملاحظة ثم حاجات معناتها دونك مون 3 بريفي دي بريفي دي كوا بريفي دي 1 اوكي بيه باش نمشي توا باش نمشي توا للديريفابيليتي سي اكس او ابارتيان ا موان لانفيني موان 3 سي اكس ابارتيان ا موان لانفيني موان 3 عندي الاف بريم دي اكس سيرا ايغال سي لا ديريفي دي راسين اكس او كاري موان 9 موان 2 دي تو بريم تبعت الحالة ديريفي دي راديكال يعني راسين دي تو ديريفي نتاعها سي او بريم سو دي راسين دو او هذه القاعدة شنو تقول؟ دونك سي تري سامبل جيست نطبق القاعدة نتاعي اوكي دونك سي راهي قالها دونك راه باش تولي سير هاي كذا نطبق القاعدة كيما هي اكس او كاري موان اف دي تو بريم سور دو فوا راسين دي اكس او كاري موان اف بطبيعة الحال بالنسبة للكونستونس اللي نتاع صغير الديريفي دي اكس او كاري سو دو زي اكس سور دو فاكتور راسين دي اكس او كاري موان اف دونك سي لا سامبليفي بالاكس بالدي زي اكس وال دي وال دي دونك سيرا ايغال ا كونجا ايغال ا اي اكس سور راسين دي اكس او كاري موان دونك لهنا دو راو ليف بريم دي اكس سيرا ايغال ا اكس سي كونفيان اكس سور راسين دي اكس او كاري موان و بوتي اكس ابارتيان ا موان انفيني دونك هذا بالنسبة لي دونك نجم نعمل ريكابيتيلاسيون معناها تلخيص للاف بريم دي اكس انسي توا نجم نكتب الاف بريم دي اكس دونك راهي الاف بريم دي اكس سي راهي في القوس نعطي الاكسبريسيون الاولى اللي هي كومبيان قلنا اكس او كاري مون دي اكس مون 3 سو اكس مون 1 اكس او كاري مون دي اكس مون 3 سو اكس مون 1 لي تو او كاري سي اكس لهنا ابارتيان ا موان 3 بلس انفيني بريفي دي 1 وراهي هي اكس سور راسين دي اكس او كاري موان 1 بطبيعة الحال سي كورتو تيكس سي اكس ابارتيان ا موان 3 هذا فينالمون الريزلتا نتاعك اوكي به نمشي توا للكيستيون رقم أربعة
Quatrièmement, donner l'équation de la tangente T à CF au point d'abscisse 0. C'est très simple. L'équation d'une tangente, bah, comme elle est dérivable, yani, fait 0, donc elle est dérivable, fait 0. Donc l'équation de la tangente, tout simplement, elle a fait l'équation de la tangente T pour un point où Y est égal à F' de 0, facteur X moins 0, plus F de 0. Donc F' de 0, 0, on m'ajoute 0, on m'ajoute la partie là où elle est moins 3 plus l'infini. OK, voilà, donc je vais mettre l'expression là. Mouahed. OK? Donc, 0, bon, 0, 0, je suis à moins 3 sur moins 1, donc au carré, yani, je suis à moins 3, yani, moins 3 x plus le f de 0, donc je suis à 2 sur moins 2. Moins 3, c'est moins 2. OK, là, je vais mettre l'expression, l'expression là. Donc, t, c'est l'équation y égale moins 3x moins 2. Donc, il y a une autre équation de la tangente. Il y a une petite partie de la tangente verticale. Donc, la ligne verticale horizontale, même si l'équation est horizontale, l'équation horizontale, c'est y égale verticale, c'est x égale. OK, mais cinquième question, il y a une dernière question. Donc, cinquièmement, montrer que les droites delta d'équation, donc ce sont deux asymptotes obliques ACF au voisinage du plus ou moins l'infini, respectivement. Donc, tout simplement, je vais comme cadre la delta d'équation Y égale à AX plus B est asymptote, même mettre quoi, oblique, hein? Asymptote oblique à la courbe ACF au voisinage plus ou le moins l'infini, ça s'équivaut tout simplement la limite lorsque x tend vers plus ou bien moins l'infini du f dx moins ax plus b, z égale à z. Elle est le cas de notre groupe. Ok, voilà. Donc, je ne tombe pas au cas d'un taille. Je vais mettre y égale à x plus d, on a un centre oblique à CF au voisinage du plus l'infini. On a par respectivement, on a un autre sous-bas là où là où est. Donc, je suis ici. أول حاجة باش نبين الأول، لا ليميت لو سكي إكس تون فير بلوس تون دي إف دي إكس موا إكس بلوس تون. دونك سي راي دا. دونك لهنا باش نحاول نكتب لا ليميت لو سكي إكس تون فير بلوس تون دي إكس أو كاري بلوس لانفيني بالبراهيم إكس أو كاري بلوس إكس بلوس دو سير سي موان زان موا إكس بلوس دو. لهنا نمشي نوحد المقامات. ستعطيني لا ليميت لورسكي اكس تنفر بلس انفيني عندي لهنا اكس كاري بلس اكس بلس 2 موا اونتر بارونتيز ركزوا معايا لهنا باش نعمل اكس بلس 2 فاكتير اكس بلس 1 باش نسهل ديما على التلميذ لو يحاول انه يوحد المقامات ما يبداش يزرع بروحه تصير اكس موانز 1 اكس موانز 1 ديزولي اكس موانز 1 اما نطلع نفس الثاني نفس الحاجه دونك غلطنا في الاخر دونك سي ايكال سي لا ليميت لورسكي اكس تنفر بلس انفيني x au carré plus x plus 2, moins, fais attention, hein, vous allez lire x au carré fois x, et x fois x, je t'attends comme x au carré, moins moins x, donc je t'attends comme plus x, un délai moins 2x plus 2, fais attention à le signe, sur x moins 1. Donc, je vais faire ma désimplification normalement, un comme x, ou x, ou moins 2x, un comme x au carré, ou moins x au carré, je prête les. La limite lorsque x tend vers plus l'infini de 4 sur x moins 1. Donc elle est automatiquement égale à 0. Ainsi, il y aura donc le numéro delta d'équation y égale à x plus 2 et asymptote oblique à la courbe CF, ACF au voisinage de plus l'infini. Donc on dirait que c'est pas la question. Donc, il y aura delta d'équation, c'est je passe au n. Donc, quand la limite est égale à 0, on fera un asymptote oblique. Même si tu as un moins x ou moins 2, je fais le cas fn. Donc, je vais la limite lorsque x tend vers moins l'infini et f dx moins x ou moins 2.
C'est très simple. Donc, c'est la limite lorsqu'x tend vers moins l'infini. F dx moins moins x plus 2, donc chaque relève x, c'est la racine de x au carré moins 9, hein, moins 2, moins y en a plus, x plus 2. Comme la désimplification, le moins 2 plus 2, donc moins 2 plus 2. Calcul direct, la racine de x au carré moins 9 plus x, la racine de plus l'infini et de moins l'infini. Je trouve le coefficient de la même chose, le nazar, je ne sais pas. لي ليميت في الانفيني ديجا عندي دي فيديو معناها موجودين فيه كيفاش نخرجوا الفورم انديترميني وقتاش نستعملوا كونجيلي وقتاش نستعملوا اكس اون فاكتي في الكام تاعي هذه ان لي كوفيسيون قدام الاكس اللي هو ان كي نعملوا له الكاري نتاع باش نلقوا هو نفس لي كوفيسيون قدام الاكس او كاري دونك لهنا رانا اوتوماتيكمون باش نعملوا كونجي الكونجيلي دونك لا ليميت لوس اكس تون فور مو لانفيني دونك كيفاش نضرب في الكونجيلي قلنا نتخلصوا من لي كواس كابيتال دونك مع مو اكس او كاري سيور رسم دي اكس او كاري مون نتا مون زيكس بطبيعة الحال اللي مش عارف الكونجيجي كيفاش تحسبوا كذا دونك يعمل طلع على الفيديو اللي خدمنا فيهم الكونجيجي دونك فما سامبليفيكاسيون بالاكس او كاري شنو بقات لي مون نتا سيور ولات لي هذا تيك بليس لانفيني موان موان لانفيني باش تحتاج بليس لانفيني دونك عندكم هذا قلنا بليس لانفيني وموان ونزيدو بدلو بالموان لانفيني باش تعطيكم بليس لانفيني دونك باش تعطيني موان نتا سيور بليس لانفيني ايكال A0 معناها راهو لهني لا كورب دلتا بريم ديكواسيون Y إيكال مونز X مونز 2 إي أسانتوت أوبليك Z à la courbe CF au voisinage de quoi? Au voisinage de moins l'infini. Au voisinage de moins l'infini. OK? Donc, لهني بطبيعة الحال هذا آخر question. جاوبنا على آخر question. إن شاء الله تكونوا استفدتوا معنا من السيونس هذه. في السيونس هذه بون صارت اخطاء في كالكيل في الاول معناه لكن دركنا هذاتك حكم انه التلميذ زاد نجم يتعلم من الفيديو هذاتك صحيح هي اخطاء معناتها تاع السيني مش عرفتوا انه اخطاء السيني رجعتنا لبرشا حاجه دونك نجم زاد التلميذ راه باش تكون فما اخطاء باش يعاود يعمل مراجعه لنفسه خاطر فما لي سيني باش يكون يغلط في السيني ديما باش تخدموا الاكزارزيس اوكي دونك باش تخدموا الاكزارزيس قالوا ديما تعملوا فيريفيكاسيون خاطر هنا لو فرضنا ما حسبتش الاف بريم دو موان دروا ما نتاكدش من السيني نتاع الكيستيون الاولى هي راه باش تعطيني دروا راه باش تعطيني دروا سي دروا سي كات ومشى لي ليكواسيون دي لا كونجونت بريسك غال وكذا دونك لهذا جت معناتها صفه عفويه بالنسبه للاخطاء هيكاتي اوكي ولا لا دونك لكن على الاقل تعلمنا منها حتى على الاقل كيفاش نجم نصلحوا الاخطاء اللي تصير لنا في الاكزامبل الاكزرسيس كيفاش راه كل كيستيون نجم يعمل لك فيريفيكاسيون لي زوتري كيستيون دونك بطبيعه الحال ان شاء الله تكونوا استفدتوا من السيونس هذيك ما تنسوش باش تعملوا ابوني سي ماشين تو زياد ماتيماتيك و باش تبدا عندكم وين تصير لنا فيديو جديد تجيكم نوتيفيكاسيون وحاولوا انكم انتم تبارتاجوا الفيديو مع اصحابكم مع احبابكم مع الناس الكل نعاود نذكروا الاكزرسيس هذيك كونسيرفون troisième science يعني هو مراجعة troisième مش science يعني troisième scientifique يعني مراجعة ثالثة ثانوي تمهيدا للبكالوريوس والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.